قصة دريس، هذه قصة واقعية، هذا ما سكتش ما والو. هذه واحد الصديق ديالي خديت منه هذا الفكرة، هذه خديتها كسكتش، وراه نصو هادشي واقعي اللي انا عندكم. محسن يالله تمشي تفتح عندي الفضة. قلت له لا صافي داني ناس. بعد غنمشي نمشي معاه وخرف الوينة ما هضرتش حتى هضر، ملي وصلنا من باب الدار دابا السيد مضيف بيه. مع الدخلة الدار كيفتح الباب. كثرت كونيكسيون ثقيل كنت مكدب هيا. قلت له خاي ادريس راه النهار طلع يلا قلت لي يلا يا خاي ادريس النهار طلع اخاي الشمس هولت يلا اخاي كتقول لي سكوت زعما داخلين نسرقوها ولا فتح اصاحبي راك مضيف فيا نمشي نقوطي وما سمعنيش نسكت اصاحبي حصل واحد نص ساعه دخلت مع الدخلة جاري ما كتسنى تما اكتشفت بلي العائلة ادريس كاملين عايشين في قلب ساكن جبرت يما كتسنى مع الدخلة انا دخلت وقفت هنايا جبرت يما واقفة هنا هو واقف يما كتشوف فيا دابا عاد يبدا الحوار بيني وبين الوالدة ديالي يما قطع لها ادريس عامل فيها وانا في الوسط هي كنختصر ربع ساعة وديت عامل فيها وانا كان واقف بيناتهم هضروا قولوا من بعضكم تكلموا الشريفة دار العرب شوي شي ما عتهضر مع دريس دابا يما عتهضر معاه دريس دريس صاف دابا بنادي جو دابا يخلق لومبيونس فهمت بنادي جو دابا يما تزيد تفتح الحوار غير نختصر لكم الحمد لله بعدا ما ماتوش مكوفين كيه هضروا بعدا كاين الحرام بنا عندي جو يعني زاد الحرف يعني كاين تقدم ماشي غير دابا مزيان المهم يعني حاصل واحد النهار حضرت العرس تدريس عرفتي كيفاش داز العرس تدريس لا موسيقى لا اناشيد داز العرس كامل 14% الرابعة كاع ما تسلمت العرس كامل جالس هيا الناس جالسين تبان لك تقول الله يعدم اجر ماشي مبروك عليك مرة مرة واحد حبيبو كيوت كي فيه الهضرة بزاف واحد حميل واحد حبيبو اشي ما الله شي عاشقي فين الو شقي فين بي صلي المهم ثلاثة العشرة سنين ملي جيت درب العروسة خلاص جبرت العائلة في العروسة هيدا المهم باش ما نقوصوش على دريس بالصحيح كما قلت لكم قصة واقعية ثقات على دريس اللي هو حاضر معنا